الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اما بعد فنستأنف بحول الله جل وعلا حديثنا حول اصول العلم الشرعي مما ينبغي أن يتأصل به ويتضلع به طالب العلوم الشرعية مما سبق بيان بعضه في حلقات سابقة. وللتذكير نذكر بما سبق من أن الأصل الأول الذي تحدثنا عنه إنما هو أصل الوحي كتابا وسنة، وقد سبق بيان ما يسر من بيانه قبل. والأصل الثاني ذكرناه هو العلوم الشرعية بأركانها وأصولها وقواعدها. والركن الثالث والأخير هو اللسان العربي. فكان الكلام من حول الأصل الثاني، وتحدثنا عن علوم القرآن وشيء من الكلام عن علوم الحديث وإشارة أيضا إلى الفقه وأصوله. فأحسب أن الكلام مما سبق بيانه عن علوم القرآن كان كافيا في هذا السياق من تقديم وتمهيد لما نحن فيه. أما بالنسبة لعلوم الحديث النبوي الشريف، فهذه العلوم، ونتحدث عن الحديث الآن، ليس باعتباره سننا، فذلك من الوحي الذي تحدثنا عنه، يعني السنن القولية والفعلية والتقريرية ذلك شيء آخر. هو سبق الحديث عنه في سياق الأصل الأول، بما أن السنة إن هي أيضا إلا وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقد صنفناها ضمن الأصل الأول الذي هو الحديث. نتحدث الآن عن علوم الحديث، أي العلوم التي بها يدرس الحديث ليصل العالم إلى غايته من التصحيح والتضعيف والتحسين وسائر الأحكام التي ذكرها العراقي رحمه الله في ألفيته وغيره، والسيوطي وصاحب البيقوني إلى آخره. وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن إلى غير ذلك مما قال. في الأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن غيره عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتودي إلى آخر ما قال. يعني المقصود هو خلاصة علوم الحديث أن يصل الإنسان في نهاية المطاف إلى هذا الأمر، يعني كل ما يدرس من رجال الحديث وطبقات المحدثين وقواعد علم الجرح والتعديل وما قيل في ذلك من الأمور الأصولية وأنواع الحديث وقول أو كلام العلماء في ذلك، في يعني خبر واحد ما حجيته مما درس في علم أصول الفقه وعند المحدثين والمرسل أيضا وغير ذلك كثير 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 مما هو في تفاصيل صناعة الحديث. خلاصته كل ذلك إنما هو أن نعلم أن الحديث قد ثبت أم لم يثبت. فغاية صناعة الحديث هي إثبات أو عدم إثبات السنة من أجل البناء عليها. يعني ولذلك رغم أن هذا العلم بكل فروعه هو اختصاص ضخم جدا ويستغرق من الإنسان عمرا كاملا من أجل إتقانه، وهذا معلوم ومشاهد، يعني رجال لا يستطيعون أن يصلوا إلى درجة الاجتهاد في الحكم على الأحاديث والدراية بحقائقه ومراتبه ودقائقه وأنواع العلل وأسرارها إلى غير ذلك إلا بعد أن يبلغ من العمر عتيا، نظرا لأن المسافة التي تفصل بين عهد تدوين الحديث وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت مسافة يعني كبيرة، بحيث طالت الأسانيد واحتاج الناس في ذلك إلى جرح وتعديل وإلى نقد، فنشأ هذا العلم بفروعه الواسعة الكثيرة. قلت رغم ذلك فلا يعتبر هذا العلم إلا علما وسليا نسبة إلى الوسيلة. معروف النحو ما كان منسوبا إلى فعيلة كانت نسبة على صيغة فعل وسلي، يعني هو إلا وسيلة في نهاية المطاف. يعني ولذلك يتندرون يعني طلبة العلم العلماء ب يعني نكتة لطيفة يذكرونها هنا، أن شخصا يعني هذا يعني يضربون هذا المثل بالذي يقف عند الوسائل ولا يبلغ إلا الغايات، أن شخصا يعني
جعل يدرس حديثا نبويا وجعل يدرس السند، حدثنا فلان قال، حدثنا فلان قال، أو أخبرنا أو أخبرني، وكل ذلك يعني كلما تغيرت الصيغة تغير المعنى، فجعل يدقق في هذه الأمور ويبين يعني هذا سماع ليس بسماع، هذا سماع في جماعة، هذا سماع فردي، وفلان لقي فلان وفلان لم يلقاه، وهنا تدليس إسناد، وهنا تدليس شيوخ، دقائق يعني كثيرة ولطيفة في الصناعة، حتى إذا قال وصل إلى المتن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك نسيت الحديث، يعني أن غاية الأمر هو أن نصل إلى النص، فلما وصل إلى النص، ولكن ليس معنى حقيقة الإشكال ليس بأنه نسي، يعني ليس بهذا المعنى البسيط، لا، المقصود هو أن حتى وإن ننسى ها هو ذاك وصل بالتدقيق إلى أن الحديث صحيح الإسناد، ثم بعد المطلوب أن نعمل بالحديث. إذن لنعمل بالحديث لابد من شيء مهم وعلم آخر وصناعة أخرى، هو ما قد أشرنا إليه من قبل وقت تحدثنا عنه على قدر الكفاية، فقه الحديث. فقه الحديث لابد إذن من أن نصل إلى عملية الاستنباط من النص وتوظيف النص، وليس كل من روى حديثا ودقق في روايته بقادر على تنزيله في الواقع، نظرا يعني لأنه علم آخر، يعني فقه الحديث علم آخر وصناعة أخرى، وذلك يعني مأخوذ من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أشرنا إليه أيضا قبل، وهو قول عليه الصلاة والسلام في الثابت الصحيح: فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه لم هو أفقه منه، يعني في حديث نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها أو بلغها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه، وقد بينا أن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام حامل فقه أي حامل دليل الفقه، لأنه منطقيا وعقلا وواقعا لا يقبل يعني عقلا أن يكون الإنسان حاملا للفقه ذاته فعلا وليس بفقيه، كأنك تقول لهذا طبيب وليس بطبيب، يعني مهندس وليس بمهندس، ما ممكن. فهؤلاء ما يسمى بدلالة الاقتضاء عند علماء أصول الفقه، يعني شيء محذوف بلاغي معروف، لأن العقل ببداهة منطق اللغة يعني يفهمه، يعني اسأل القرية التي كنا فيها، يعني أنت لم تسأل أو هو لم يسأل القرية، القرية جدران، ولكن المقصود في دلالة الاقتضاء واسأل أهل القرية الذين يسكنون فيها، والعير التي قبلنا فيها، العير هي الجمال، لم يسأل الجمال، أي واسأل أصحاب العير، هذا معروف الأساليب العربية، والقرآن والسنة إنما نزل هذا أو ذاك ووردت هذه أي السنة باللسان العربي كما تتكلم العرب. فقوله عليه الصلاة والسلام فرب حامل فقه أي حامل لدليله، وإلا لو كان حاملا للفقه حقيقة فهو فقيه، فلا يمكن أن يكون حاملا للفقه وليس بفقيه، وإنما هو حامل لأدلته، وهذا واقع مشهود في التاريخ اليوم، قد يحفظ الإنسان من القرآن ما شاء الله أو كله، ويحفظ من السنة الكثير، لكنه لا يقدر على استنباط أحكامها، نظرا لأن الاستنباط عمل آخر صناعة أخرى علم آخر لابد أن نتقنه. من هنا إذا قلت بأن علم الحديث ضروري، ضروري لأنه لا علم بعد أو قبل، أقول قبل التثبت من صحة الحديث. ورحم الله علماءنا من علماء مذهب مالك رحمه الله أنهم كانوا يتحرون فيها هذا أشد التحري، يعني أخذوا بمبدأ مالك نفسه رحمه الله إمام أهل المدينة في هذا الشأن، في أنه كان يتحرى في تلقي الحديث أشد التحري، ولذلك كان لا يقبل كثيرا من أحكام أهل العراق وهم مدرسة الرأي، ويقول في مقالته المشهورة تلك دار الضرب، يضربون الحديث بالليل ويروجونه بالنهار، يعني منطقة العراق منذ القديم كانت مفتونة بالمذاهب والاتجاهات، ويعني المذاهب المنحرفة والعياذ بالله من الزنادقة والشعوبية وغير ذلك، فكانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعون الحديث بليل ويروجونه بالنهار، فكان مالك إذن يتحرى في هذا الشأن، وكان أبو بكر بن العرب المعافل إمام المذهب بالأندلس كان شديد التحري في هذا الأمر، ومن مقالته المشهورة كان يقول وقد ألقيت لكم في كل ورقة ومجلس أن لا تشتغلوا بالحديث إلا ما صح سنده،
إذن لا بد من هذا الأمر، هذا شيء أساسي حتى لا يظن بأن هذا الكلام إنما هو تهويل لصناعة علم الحديث، كلا، وإنما المقصود أن لا نقف عند الوسائل، لابد وأن يكون طالب العالمية ذا همة عالية فيجعل الوسيلة وسيلة، ولكن ينبغي أن يصل إلى الغاية، لأن القصد في نهاية المطاف هو تعليم الناس الدين، فلولا نفر من كل فرقة من طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والغاية من ذلك هي أن العالم قد كلف بأن يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام في البلاغ، والنصوص في هذا أكثر من أن تحصى، وإن العلماء ورثة الأنبياء إلى غير ذلك بالنصوص، ذكرنا هذا مرارا وتكرارا. فليكون الإنسان قديرا على هذا الأمر مكينا فيه ومنه، لابد إذن من أن يجتهد من أن يتفرغ التفرغ الكامل لطلب فقه الحديث. كان الحديث إذن عن علوم القرآن، علوم الحديث، علم أصول الفقه بالفقه، وهما عندي أمر واحد لم أتحدث عنه، نظرا لأن هذه اليوم هذه الحصة في هذا اليوم هي في الفقه والأصول أو في الأصول بالأحرى، فسأرجع الكلام عنه إن شاء الله حتى إذا بدأنا الحديث عن يعني الفقه بالمعنى الأصولي، يعني بالمعنى الأصولي أو أصول الفقه، يعني نستمر أتحدث عن علم آخر وهو علم التوحيد والتزكية. وها هنا لنا كلام فيه شيء من تفصيل الليلة بحول الله، علم التوحيد، علم التزكية بالنسبة للسياق القرآني والنبوي هما شيء واحد، ولا بد من الانتباه إلى هذا، لأن عدم الانتباه إليه أدى إلى كثير من الخلط لدى بعض أهل العلم ولدى بعض طلبة العلم. ذلك أن هنالك مشكلة حدثت في تاريخ هذا العلم، تاريخ ديالو، حيث وقع فصل بين أمرين لا يجوز شرعا أن يفصل بينهما. فصل التوحيد عن التوحيد، عفوا، فصل التوحيد عن فصه ومحه وروحه وهو التزكية، وفصلت التزكية عن أصولها وهو التوحيد. والله جل وعلا حينما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وظيفته وصناعته قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فذكرت التلاوة باعتبارها إلقاء دعويا والتعليم والتزكية، فهي وظائف كما ذكرت مرارا وتكرارا ثلاث تنتهي إلى أربعة: تلاوة وتزكية وتعليم لأمرين، فهي أربعة: تعليم الكتاب أو للعلم وهذا الكتاب، ويعلم الكتاب أي أحكام الكتاب، والحكمة، والحكمة هي السنة كما بينت قبله، وكل أمر أدى إلى تنزيل أحكام الكتاب والسنة في الواقع بالحكمة أي بما يضمن مصلحة الأحكام الشرعية، فذلك حكمة، والحكمة كما تؤخذ من النص تستنبط بالاجتهاد أيضا كما هو معلوم. فالقرآن الكريم ما ذكر أمر التوحيد إلا في سياق التربية وقرأوا كتاب الله، وكذلك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كل مساقات التوحيد من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، كل الأصناف التي ذكرها العلماء في هذا وذاك من أقسام التوحيد جميعا ذكرت في كتاب الله جل وعلا لهدف التربية وفي سياق التربية، وكل ذلك كان يربط بالعمل وبتنمية لطائف الروح في سياق عبادة الله والإخلاص له. متلاحظين شيئا؟ كلمة توحيد مصدرية، وحد يوحد توحيدا، هذا المصدر لم يرد في القرآن، كيف؟ وإنما ورد وصف الله بما أنه سبحانه وتعالى أحد أو واحد، لأن التوحيد من تأمله النهي اللغوي، علاش ما تذكرش في القرآن الكريم؟ هذا اللفظ هو المعنى اللي بغاو يقولوا العلماء كاين، ولكن اللفظ لا،
توحيد في حقيقة الأمر، تفعيل فعل يفعل تفعيلا، وحد يوحد توحيدا. وحتى في السنة سبحان الله العظيم، السنة إنما ثبت فعل، أما كلمة توحيد هذا الحديث صريح لا تكاد تجده. هذه العبارة هو استنباط طلعه العلماء، وجل البخاري رحمه الله وكتب كتاب التوحيد الصحيح، لكن النصوص تشهد للمعنى ولا تشهد للنفظ. النفظ الوحيد تقريب الذي عثرت عليه هو قول عليه الصلاة والسلام برجل كان يتشهد في الصلاة بأسبوعين، فقال له أحد 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 ووحد بمعنى واحد، لأن الهمزة العربية تتحول واو تنقلب إلى واو، أحد أو وحيد كيف كيف، فأحد يوحد أو وحد يوحد كيعطي التوحيد، ولكن إنما كان يقصدها هنالك توحيد الإشارة، وحد خدم سبعة واحد ماشي باثنين. لما؟ لأن الإشكال راه اللغة ماشي بريئة ماشي سهلة، ربي تعالى ما استعملش هذا اللفظ سبحانه، غفل عليها سبحانه وتعالى عن ذلك علوا لم يريد سبحانه، وإنما استعمل عبارة أخرى هي الإخلاص، وسمى سورة من القرآن سورة الإخلاص، وفي غير ما سياق وفي غير ما آية تحدث عن الناس المؤمنين وصفهم قال مخلصين له الدين، ووصف الدين بالخلوص على وزن اسم الفاعل فقال ألا لله الدين الخالص. فرق كبير بين العبارتين، لأن هذه العبارة ديال الإخلاص ومشتقاتها اللغوية في الفعل في المصدر، فاش بغيتي اسم الفاعل الصفة كتعطي المقصود الذي أراده القرآن من التوحيد، وهو أن يكون خادما للتربية بل أن يكون هو عين التربية، ما يتفرقش التوحيد على التربية، أما كلمة التوحيد ما تعطيش تربية، ما تعطيش التربية، لأن التوحيد من الناحية اللغوية هذه العربية هكذا، إنما يقع على المعنى المشتت شي حاجة مشتتة، وأنت كتجي تجمع فيقال لفعلك توحيدا، تم ديك الساعة وحيد الشيء أو وحده يوحده، أي أنه خلط على شي حاجة مفرقة وجمعها، هذا المعنى العربي ديال التوحيد، سبحانه وتعالى ربي ماشي مفرق، سبحانه هو إله وصف نفسه قال واحد، ما احتاجش أنت توحده، لا محتاج تكون له مخلص سبحانه وتعالى، في القرآن يعني دقيق جدا في تعبيره، والرجوع إلى الأصل أصله، وكل عبارة بعد كتاب الله وبعد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهاد اجتهاد. ولذلك الذي حدث في التاريخ حتى واحد المشكلة تاريخ العلوم الإسلامية، وهذا العلم مشكل خاص، قامت التوحيد اتجاه جدلي النظري بجميع أصنافه البدعية والسنية، سواء الذين اشتغلوا بالتوحيد على منهج عقيدة السلف الصالح، أو الذين اشتغلوا بالتوحيد على مناهج الفرق الأخرى، خدموا بالمنهج الجدلي. شنو المنهج الجدلي؟ كي يدرب العقل، كي يخاطب العقل ولا يخاطب الروح. ولذلك وجدنا مقالات الإسلاميين كما عبر يعني أبو الحسن الأشعري رحمه الله صاحب المقالة الأساسية، سموه المذهب الأشعري، وبالمناسبة المذهب يعني أبو الحسن الأشعري راه ماشي هو الأشعرية، راه هذا الناس غلطين، الأشعرية شيء وأبو الحسن الأشعري شيء آخر، وهذه قصة أخرى، وهذه قصة أخرى. اللي بغي يعرف يعني الأشعري رحمه الله يقرأ الإبانة في أصول الدين، فهذا استطراد يعني جال. ففي مقالة الإسلاميين يعني في النظريات الجدلية في أمر الذات والصفات وما يتعلق بها، كل هذه الأمور يعني علم حجاجي، علم ديال المناظرة، وعطيني نعطيك ورد علي رد عليك. القرآن الكريم لم يكن فيه هذا فقط، صحيح جادل أهل الكتاب وغيرهم يهود النصارى والمشركين أيضا في أمر الذات والصفات وذات الله وقدرته وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لا شكل فيها، ولكن أيضا في جانب آخر فيما يسمونه التوحيد، في جانب آخر، لكن القرآن ما كيسمي شيء بهذا الاسم، يعني في جانب آخر وهو الجانب المتعلق بما سمي بعد بتوحيد الألوهية أو الإلهية أي الإخلاص. فما كان القرآن يفصل بينهما في خطاب المؤمنين
ولا يقبل من الإنسان بعض ذلك دون بعض. جيل توحيد الربوبية وجيل توحيد الألوهية، أو جيل توحيد الألوهية وجيل توحيد الربوبية، جي كامل لله منك. هذا هو الدين، ألا لله الدين الخالص جي 100%. لأن الإخلاص هو أن تأتي بجميع إحساسك بعقلك بعاطفتك كلك تأتي إلى الله خالصا كاملا لا يتخلف منك شيء. فإن تخلف منك شيء لغاية أخرى فالإخلاص عندك مخروم نقص. والإخلاص هو التصفية الكاملة لكل معتقدك ولكل عملك ليكون إنما يراد به وجه الله دون سواه، وهذا كمال التوحيد. ويدخل فيه كل الأقسام التي ذكروها، توحيد الربوبية، أسماء الصفات، كل شيء كل شيء، والألوهية أيضا. فالقرآن كيعبر بعبارة واحدة شمال كل شيء، يعني القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكذلك السنة إنما هي تبع لكتاب الله في ذلك. فالتوحيد إذا قبض اتجاه نظري مع الأسف، ولذلك يبقى كيخرج الجدليين ولكن كيخرج الناس المربيين. يعني كاين أهل الله الناس اللي يعني أهل العلم وكذلك، لا في ذلك، لكن الكتب والصناعة كيف ألفت ما كتعطيش هذه النتيجة. الناس اللي تمكنوا من هذا الأمر يعني داروا خدمتهم بوحدهم، ما عولف عن مدونات التوحيد فقط، أخذوا من هذا وذاك وجمعوا من كتاب الله وسنة رسوله ونبعوا وصاروا من العلماء الربانيين بما قال الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فإذا التوحيد باعتباره صناعة للحديث عن أمور الربوبية والألوهية، يعني في غالب الكتب في غالب المصنفات ما فيش الجانب التربوي، خالي من المقاصد التربوية. والقرآن ليس هكذا ولا السنة، هذه مشكلة، بس انتبهوا لهذا الأمر. فين التربية مشات؟ أخذها أهل التصوف اشتغلوا بها، لكن ينقصهم العلم. فحصل الأمة انفصام، فتجد من الذين يرغبون في أن يكونوا من أهل الله وكذا 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 لا علم لهم، دخلت الخرافة، فدخلت الخرافات ودخلت الشركيات ودخلت المصائب في عبادة الله جل وعلا، مما لا يقبله الله ولا يقبله رسوله. والصناعة الأخرى اللي فيها القواعد وفيها العلم خالية من الروح، يعني شدوا الوسائل وخلوا المقاصد، وواحد يشد المقاصد وخلوا الوسائل، وأمر الله مجموع لا يقبله إلا مجموعا. وأنا قلت وما زلت بأن إعادة جديد شأن الدين في الأمة اليوم إنما يقوم بتأصيل المفاهيم الدينية في القرآن مباشرة، ثم في السنة باعتبارها بيانا للقرآن الكريم، ويتم بذلك إن شاء الله جمع شمل الأمة بالعلم. ولكن العلم متكامل، مش طرف هكا وطرف هكا، يعني علم متكامل الذي يؤصل سواء في الكتاب والسنة ويجمع بين ما تفرق في تاريخ الأمة ويعيد التوحيد رونقه، ويعيد أيضا السلوك التربوي الزهدي قواعده العلمية، ويرشده من الانحراف الذي وقع في التاريخ. والله جل وعلا لا يعبد بالجهل، وإنما يعبد بالعلم، ولا بركة في العلم إن لم يكن علما ربانيا. فإذا يعني الجمع الأساس هو إنما يقع بجديد اتصال بالألفاظ، الألفاظ الكلمات ديال القرآن، كلمات التي عبر بها القرآن الكريم. فالله جل وعلا استعمل لفظ التزكية، صافي حنا كنخدموا بالتزكية، لأن التزكية إنما تكون بالعلم، التزكية إنما تكون بالعلم. وأي علم؟ العلم الذي ينتج العمل، الذي وصف الله أصحابه بقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، في الرواية الأخرى تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والربانية كما ذكرت قبل هنا بمعنى البناء، الربانية بمعنى البناء، يعني الكلمة التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم حينما قال: باب العلم قبل القول والعمل، وأورد الآية: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وأورد
حديث ابن عباس الموقوف. كلمة قالها ابن عباس قال الرباني رضي الله عنه الرباني من يربي بصغار العلم قبل كبار. يعني بعض الناس كيوقف على يعني الشكل ديال الحديث الموقوف ابن عباس انه يعني يبدا بالاشياء الصغيره وينميها حتى تصبح كبيره. صحيح يعني القران لما نزل بدا بالاسس يعني بدا يقرب الناس لمفاهيم الدينيه بشويه بشويه. فعزائم الاعمال يعني لم تنزل من الاحكام لم تنزل الا بالمدينه كتحريم الخمر وايجاب الجهاد كل ذلك وما في معناه لم يكن قد نزل بمكه 13 عام وزياده على بدا التشريع. لكن ليس هذا المقصود، هذا غير الشكل ديال المقصود، هذا الظاهر ديال المقصود. اما حقيقه الامر الانسان الذي يربي بصغار العلم قبل كباره اش كيدير؟ يبني. هذا بنايه يبني كيبني. والقران كان يبني الانسان. فقوله رضي الله عنه يعني ابن عباس الرباني من يربي بصغار العلم قبل كباره، الرباني الشرح ديالها الرباني من يبني الانسان، هذا الرباني كيربيه ينميه يبنيه. وهذا البناء هو الترميم في نهاية المطاف، هو التزكية، تلك ألفاظ القرآن الكريم. ولذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مما بعث من أجله، وغاية الغاية حقيقة الأمر في وظيفة النبوة هي التزكية. يعني لما تلاحظ وظائف النبوة الأربع كتجد بأن تلاوة القرآن يتلو عليهم آياته والتعليم تعليم الكتاب وتعليم الحكمة، حتى هذا في نهاية المطاف إذا قورنت هذه الوظائف السلف بالتزكية كانت الوظائف الثلاث وسيلة للتزكية، والتزكية هي غاية الغايات، غاية الغايات النفس الزكية التي زكاها الله. والله جل وعلا وحده سبحانه هو الذي يزكي من يشاء. فهذه التزكية هي الروح التي نمت في سياق عبادة الله إخلاصا لله، وعلى قدر زكاة النفس يكون إخلاصها. يعني معنى أن قداش ما كان عندك ديال التزكية سيكون الإخلاص، وكل خرم في الإخلاص لم يكن الإخلاص ضعيف نعوذ بالله من ضعفه وخرمه في المشكل، التزكية ناقصة. ولهذا كان الاشتغال بكتاب الله طيلة العهد المكي متفرغا فيه لهذا الأمر لا سوى أن ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ولكن اش غدير؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكلا الأمرين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تزكية للنفس. فالصلاة تهذيب لتدريب العبد على الخضوع والذلة بين يدي الله، وهذا أمر واضح العام الخاص له. والمال إنفاق، الزكاة وما في معناها تدريب النفس على التخلي عن أنانيتها والشعور بأن المالك للمال إنما هو الله جل وعلا. وذلك كله كمال التربية والتزكية. 13 سنة والقرآن يشتغل على هذا الأمر أو بهذا الأمر في بناء الإنسان، باش من تحط عليه تقل يكون بنادم متين. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إذ ماش دير دابا؟ قوم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقصه قليلا أو زيد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كل ذلك علاش؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هو عليه الصلاة والسلام ومن معه وطائفة من الذين معك، والله يقدم لي لومها. فهؤلاء جميعا إنما بنوا وربوا بهذا المنهج الجامع، ما كيفرقش، ما خلاوش يعني عرفوا التوحيد باعتبار السماع احنا قسمناها توحيد العلم بما هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، وتقري هذه الأمور لوحدها عجة كيقرر من بعد التربية. هذا الشيء عمره ما حصل في تاريخ الإسلام، يعني من حيث هو وحي ينزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء وقاش وقع لما احتاجت الأمة. هذا التقسيم داروا علماء مخلصين لاش كان هذا، ولكن اضطروا اليه بامر منهجي جدلي ظرفي تاريخي. لما ظهرت الفرق الضاله التي تشكك في عقائد الاسلام خرج منهم العلماء بجدل. وما كانت هذه الصناعه مقصودا بها الداخل، لا، كان مقصود بها الخارج، البلاد اللي جايه من برا
لمواجهة السلطائيين من الذين تلقوا ذلك عن فلاسفة الأقدمين وتسرب ذلك إلى فرق من الباطنية وإلى فرق من الزنادقة وبعض أهل الكلام من يعني فسدت عقائدهم مع الأسف، فما هضرهم العلماء لمواجهتهم. أما العلم اللي كانوا كيربوا به العلماء الداخل يعني الناس الصالحين ماشي هو هذا المشكلة. وقعت لنا أنا تخلط لنا الأمور، كنا كنربيو رسلنا بالمنهج الجدلي فأفسد ذلك علينا ديننا وعقائدنا. وإنا كنطلعوا بندم فعيني ولكن ما فيش الأدب، ما فيش التربية، ما فيش شيء الإخلاص. علاش؟ لأن ربيناه بنص العلم ونص الآخر بقى في الطرف. فإما مربي بنص العلم التربوي الصوفية مع الخريف، وإما مربي بنص العلم التوحيد بلا روح، إنسان عنده الفهمة ولكن لا دين له إلا من رحم الله، لا نستثني لا من هؤلاء ولا من أولئك إلا من رحم الله، فجمع الله عليه همته. فلذلك قلت بأن علم التوحيد والتزكية كنضيف هذا المصطلح باش نرجعوا غير يعني مرحليا باش نرجعوا لعلم واحد هو التزكية، لأن يعني كلمة التزكية جمع. الله تعالى ما كيخليش ألفاظ عنده سبحانه وتعالى ناقصة، جمع أو كلمة الإخلاص. فالله سبحانه وتعالى واحد، ونحن في حاجة إلى فعل ماشي التوحيد من ناحية اللغوية، يعني المعنى اللي قاله العلماء متفقين ما كاينش خلاف، هادشي بديهيات، ما عنده توحيد ولا ما عنده دين، لكن حنا محتاجين للإخلاص، يعني الفعل الذي يقوم به القلب ويقوم به الوجدان، أخلص يخلص إخلاصا مصدر ديال الفعل الذي يقوم به الإنسان، ولا إخلاص بغير أن يستقيم لك بجانب العلم في التوحيد. أما هادشي ما فيش الخلاف، وهذا ثمرة ذاك، بمعنى أنه التوحيد مما هو تزكية ثمرة التوحيد مما هو علم. ولم كان ما عمرك ما تصور تقدر يعني تعبد الله بواحد طرف منهم، لا يكون، لا بد من الجمع بين الأمرين والألفاظ القرآنية جامعة بينهم. فإذا هذه المشكلة إذا وقعت في التاريخ لما وقعت الانحرافات في الأمة، العلماء اضطروا لهذا التقسيم النهجي. نحن الآن في عصر آخر وفي مرحلة جديدة وفي منعطف تاريخي مختلف لمن يفقه أحوال الزمن والإنسان والمكان. هذه المرحلة هي مرحلة تجديد البناء وإعادة البناء على الأصول الأولى التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، ولا يكون ذلك إلا بالعودة إلى الأصول في جميع المجالات العلمية، في الفقه، في المغيب. الفقه الآن لن يتجدد أبدا بالرجوع إلى ما كتب في عصور الانحطاط من الفقه المالكي أو غيره، لن يتجدد بذلك أبدا، إنما يتجدد بإعادة تجديد مذهب مالك في أصوله من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا العلم وهذا المذهب الحقيقي. ولذلك قلت غير ما مر بأن كلمة مذهب عند العلماء المحققين لا تعني الفروع، المذهب راه ماشي الفروع الفقهية، هذا راه غلط اللي كيفهم. يعني شحال من مرة كنقول للناس دير على المذهب راه منهج، راه زعما طريقة في التفكير. المذهب الفقهي طريقة في التفكير، طريقة في التعامل مع الكتاب والسنة. أما إذا كان الفروع ما تلقى حتى شي مالكي في التاريخ ولا حنبلي ولا شافعي، ما كاينش. لماذا؟ لأن كبار المجتهدين ممن أصلوا مذهب مالك في تاريخنا كابن عبد البر النمري الأندلسي والإمام بن رشد الجد وأبي الوليد الباجي وأبي إسحاق الشاطبي والإمام القرافي المغربي المصري والقاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي، مجتهدون الكبار ممن أصلوا المذهب المالكي في المشرق وفي المغرب، كلهم جميعا بدون استثناء خالفوا الإمام مالك في كثير من الفروع. كثير من الأمور الفقهية قال حلال وما قالوا حرام، أو قال حلال أو قال حرام وما قالوا حلال. فإذا هل خرجوا عن المذهب؟ إذا قلنا يعني الذي خالف بعض الفروع على خرج المذهب، خرجوا عن المذهب أبدا. إذا قلت خرجوا عن المذهب إذا ما بقاش المذهب، ما تلقاش كاع في المغرب، ما بقيش كاع، لا وجود لا إذا ما بقاش المغرب مالكي. ولكن خالفوا مالكا بقواعد مالك، القواعد ديالو باش خدم الإمام مالك قد يعني ينطق بحكم بناء على حكم سديد ذريعته، قد ينطق المجتهد اليوم بحكم مخالف لحكمه ولكن بقاعدة سديد ذرائع، تخالف مالكا بمالك
عالم العلم هو هذا. فأنت مالكي لأنك خدمت بالأدوات اللي خدم بها الإمام مالك، ولست من زمن لأن تصل إلى نفس النتائج، وهذا الذي يسمونه بالمجتهد في إطار المذهب. فلا تجديد للفقه إلا بهذا النهج. أما تلقى على يعني المدونات التقليدية تكرر لهذا الزمان أبدا، من يستقيم الأمر ولن تستطيع أن يعني أن تستغرق أحكام العصر لأنها محدودة جدا، ملخصة صغيرة معروفة من المنظومات والتراب، ما يمكنش أبدا، لن تستطيع أن تستوعب قضايا العصر. والآن الآن نتحدث عن نازلة جديدة أو نوازل جديدة الآن، يعني أي أحكام مما لم يكن في التاريخ، بحال الأحكام ديال حوادث السير مثلا الآن، ما عمرها ما كانت في التاريخ بهذا الشكل اللي كاين دابا، عمرها ما كانت في التاريخ إطلاقا، ولن تجد فيها نازلة لأنها معروف يعني أمور جديدة جدا، واللي يدير لها القياس بشكل حرفي على القتل الخطأ راه غلط، لأن هذاك الشيء مشكل ولا قياس مع وجود الفارق، فرق كبير جدا. ما عمرنا كانت زمان الطريق يعني بهذا الشكل هكذا، بأعرافها وبقوانينها وبأولويتها وبنظامها، عندها واحد النظام معين، واش اللي حرق الضوء الأحمر وقتل واحد بحال اللي داز في الضوء الأخضر وقتل واحد، راه بجوج قتلوا وحتى واحد فيهم ما عند بجوج خطأ، ففين هو الخطأ اللي ماشي خطأ؟ فإذا عندنا اجتهاد جديد خصو يطلع الآن، وهادشي كثير في المجال الطبي، العمليات الجراحية خطأ الطبيب كيفاش دير له؟ خطأ الطبيب القديم ماشي هو خطأ الطبيب دابا، بعض النوازل يعني تمت فيها الفتوى قديما في خطأ الطبيب على أنه من قتل خطأ، الآن متطور جدا الأمر، صحيح يقبلوا من قتل خطأ مشكل جدا، عدد الأشياء صعيب صعيب جدا، كاين يمكن تلقى نوازل ديال قتل الخطأ أنا في الطب، ولكن كاين أشياء اللي صعيب صعيب تقول وكيكون هو تسبب في القتل، ولكن في ظروف اللي صعيب تحمل المسؤولية جدا، وإلا غتمنعني على الطب ما تبقاش الدور تاعك، تطلب باقي قد يدير شي عمل جراحي ولا يمسش شي مريض، اللي يدير التخدير يدق لي بلا ديال التخدير، كيدق لي بلا المريض بين يدي العمل الجراحي عافانا الله وإياكم، هما الأطباء اسمعوا منهم كيقولوا بأنه يعني كيمكن واحد في الألف يعني نسبة ضعيفة ضئيلة جدا، يعني واحد الألف راه بحال ما كاين والو، ولكن راه كاين نسبة ما كيفيقش صافي من تما لاخرى، لا اله الا الله رسول الله. وشنو هو السبب؟ هذاك التخدير، هذاك التخدير. فاحتمال أن الإنسان ما يفيقش من المخدر وسبب الوفاة ديالو كاين، إنما هو ضعيف 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 جدا، لكن كاين. فإذا ثبت أن هذاك اللي دار التخدير كان هو المتسبب في موته من ناحية الظاهرية، أنا نقول بهذه العبارة الظاهرية، راه قتلو وسيعتبر قتلا خطأ، إيوا طيب، الطبيب ما باقيش قد يدق الإبرة لشي واحد، كل مرة له حط الدية وصلوا شهرين متابعين، ما باقيش يقدر يدير تخدير لشي واحد العملية الجراحية، ستنقطع مهنته تخدير الناس بالعمليات الجراحية، وزيد عاود على الطبيب والجراح وكذا 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 إلى آخره. فإذا باش ما يبانش ان شحال من واحد كيشحال له راه يرجع لكتب الفتاوى القديمه ويلقى خطا الطبيب وقبض خطا الطبيب وينزلوا على خطا الطبيب المعاصر، ابدا. تطور الطب بواحد الشكل رهيب، حيث لم تعد صله تقريبا بين صناعه الطب في القديم وصناعه الطب في العصر الحديث. اييه ملي كيكون الغلط فعلا كيتسمى غلط، بدل ما يدير له الاكسجين دار له الهيدروجين باش يعجبك، بدل ما يجرح الكليه مش يجرح الكبده، ايوا انت خصك تشوف فين غادي يعاود. فهذا شيء، ولكن هذا الطبيب كيدير شغله ودار شغله كامل، ولكن هذاك شغله كامل قتل. هذه نوازل يعني جديده نظرا لتطور الصناعه، هذا مشكل سائق القطار. انا تلاقى بي واحد الشيفور كيسوق التران المتقاعد حرجني وما لا وحلني، قال لك ما يعقلش على ما 60 70 واحد قتل بالتران، والتران غادي وعندو سكتو، هذا الشيء ما كانش في التاريخ، ما عمره ما كان. وكيشوفوا راه هو بن سوق يحكي لباقي متذكر كلامه، راه واحد راه معرض له او دايز شي بهيمه دايزه عز الله ذكراكم مع الناس بلا الى اخره، وكيضرب ذاك ديال الفران قال لك يا سير قال لك ما ذاك الفران طحن 100 واحد. صعيب صعيب تقول له ودي راه تلزمك الكفاره وراه القتل الخاطئ، صحيح. هو ذاك الفران دابا ماشي هو اللي صايبه، الفران صايب مولاه. هي حقيقة دابا ظروف متطورة وشي غريب،
ماشي عاود زمان كدير بهم الجام تشدوا ورا ما راكش عمرك كيبان لك الواحد على شحال هو قدامك دايز رد بالك بالعاود ديالك ولا بالكبار ولا بالحمار ولا باي حاجه. تطورت الامور هذا كله كنذكر بان الفتوى في هذا الامر تتم الان من وصول المذهب المالكي باش تفهم بان المذهب واش المذهب المالكي تيكون قال الامام المالكي ويجي فيما تجيب الامام المالكي يجي يحل لك المشكله ديال قانون السير واحكام الجراحات الطبيه. فالمذهب المالكي مستمر في التاريخ كما استمر قبل وممكن نحل به مشاكل العصر ونحل به مشاكل المستقبل ولكن ماشي بالفروع باصول المذهب. ويفتي المفتي العصر الان ويسمى مالكيا اذا علمت الطريقه التي افتى بها ونلقى واحد اخر ونقول انت حنفي ماشي لان الفتوى عند ابي حنيفه ابو حنيفه عمره ما عاش هذا الزمان لا لان يعني الطريقه باش خدم اي اصول الفقه ديالو المنهجيه الاستنباطيه حنفيه وواحد عاود المنهجيه الاستنباطيه حنبليه او شافعيه. لذلك اذن تجديد العلوم واعاده طلب العالميه لا بد ان ترجع في جميع الاحوال الى الاصول في كتاب الله في سنه رسول الله في قواعد علم الاستنباط وتوظيف السنه لهذا الغرض. خلاصه الامر اذن انه بقي علينا الحديث عن الاصل الثالث والاخير بعد ما يعني استوفينا تقريبا الخلاصات يعني الاصل الاول كتاب السنه كلهم عندنا اصل واحد والاصل الثاني علوم شرعيه باصنافها من الفقه والاصول والتوحيد والتزكيه وعلم علوم القران وعلوم الحديث على قدر الطاقه كل واحد اعطيناها القياس ديالو. بقي لنا علم اللسان العربي لحصه مقبله ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.